هاد الشابة هادي عانات من الاغتصاب، من الحمل، من السحر. ما عرفت هادشي كيفاش وقع ليا، وقع ليا بسبب السحر، ماشي بسبب زعما انني انا اللي بغيت داكشي، ولكن السبب هو السحر. يعني انت جا حمل على الاغتصاب، ما كانش اغتصاب، كان حمل. كان اغتصاب ومن بعده كان حمل خايب بزاف، وكنت كنعاني، مرضت بزاف في راسي حتى دابا داكشي. ما عقلتش زعما على راسي شنو وقع ليا، حتى لقيت راسي حامله، لقيت راسي بدري، ما عرفتش شنو ندير معاه، ما عرفتش فين نديه، ما عرفتش شنو ناكلو شنو نشربو. هاد السيد هذا اللي اختص بي كان تابعني هو واحد الولد، لو كان حضنوني في الاول كنت غادي ما نتعرضش للولد الثاني. مشكل الاب ديال الوليد قلتها له، قال لي ماشي ولدي، قال زيد داك الملائكه نديته لداك الخيريه باش الدري ما يضيعش وباش ما يتقتلش، يموت مقتول في شي بلاصه والقانون ما غاديش يرحمني. هذا السحر هذا كيتعمل ليا، هي كانت كليتو هذا السحر، تناولته كليتو زعما مع الماكله، ما بقيتش عاقل على راسي اش كندير. هذاك الشيء اللي دارته ليا انتقاما مني، باش تنتقم مني. السلام عليكم جميع الكرام متابعي جريدة ألوانكم الأوفياء. نحن اليوم أمام واحد القصة شيئا ما تجيكم غريبة، لكن مع الأسف هي كاينة في الواقع، وهي جالسة في جنب ديالي اليوم وغتشارك معكم القصة ديالها. هاد الشابة هادي عانات من الاغتصاب، من الحمل، من السحر بشتى أنواعه حسب تصاريح ديالها معي في الكواليس. غنعرفوا اليوم شنو وقع عليها، كيفاش تبدلات الحياة، وشكون كان السبب وراء ذلك حسب المعتقد ديالها هي وحسب التصاريح ديالها. كيفاش تسحرات، كيفاش تعرضت للاغتصاب، كيفاش حملات، شنو وقع من بعد، وشنو واجهات من بعد ما حملات ومن بعد ما فقدت الشرف ديالها. ولا يخفى عنكم يعني بنت ملي كتفقد الشرف ديالها في المجتمع المغربي ومع الوسط العائلي ديالها شنو كيوقع. اولا مرحبا بك في جريدة ألوانكم. شكرا بزاف على الثقة ديالكم اولا فيا، وثقتوا فيا بعدا في هذا البرنامج باش تسمعوا القصة ديالي. وانا بغيت الصراحة نعترف داكشي اللي المشاكل كامل اللي وقعت ليا مع دوك الناس. واخا غادي نبدا معك اولا، وانت شابة كتعيشي حياتك بحال جميع الشابات، كيفاش غيوقع لك حتى غيوقع الاغتصاب؟ واش في هذاك الاغتصاب الاول فين غيوقع الحمل او من بعد؟ حيت لان انت على حسب ما قلتي لي في الكواليس ماشي تغتصب شي مره واحده، ياك وضحي لي انت اكثر. اولا انايا تغتصبت المره الاولى مع السيد الاول اللي اغتصبني، وهو اللي نيت نجبت معاه الطفل الاول. يعني انتج حمل على الاغتصاب؟ يعني انتج حمل على الاغتصاب، ما كانش اغتصاب، كان حمل. كان اغتصاب ومن بعده كان حمل، وكان داك الدري الكبير ولدي هو اللي انتج عليه الحمل الاول. والمهم انايا ما عرفتش هادشي كيفاش وقع ليا، وقع ليا بسبب السحر، ماشي بسبب زعما انني انا اللي بغيت داكشي، ولكن السبب هو السحر. خايب بزاف، وكنت كنعاني، مرضت بزاف في راسي حتى دابا داكشي. ما عقلتش زعما على راسي شنو وقع ليا، حتى لقيت راسي حامله، لقيت راسي بدري، ما عرفتش شنو ندير معاه، ما عرفتش فين نديه، ما عرفتش شنو ناكلو شنو نشربو. المهم غير ربي اللي عاوني على هادشي، والعائله وداكشي ما عقلوش عليا، حتى شي واحد ما شاف فيا، حتى شي واحد ما عطاني راس الخيط، قال لي شنو كاين ولا شي حاجه، والو، كلهم سكتوا سقلوا ولاحوني ما عقلوش عليا. كيفاش وقع الاغتصاب؟ عاودي لي شويه على ديك الواقعه في ذاك اليوم. اولا دابا هذا السيد هذا ما كنعرفوش انا اصلا، وعمري ما بغيت نعرف، ما عرفتش شي حد بحال هكا بهاد الوحشيه هذه كلها. واحد النهار كنت غاده انا واحد الاخت ديالي صغيره، قالت لي يلا غنمشي معاك باش تجيبي حوايجك للدار عند با، حيت انا كنت مشيت عند با باش نجلس عنده ديك الايامات باش نجلس معاهم. قالت لي انا غنمشي معاك. ما انا في الاول ما بغيتهاش تمشي معايا صراحه، باش ما نتعرضش لشي حاجه بحال هذه، وهي زعمتني قالت لي يلا صافي غنمشيو. قلت لها واخا ماشي مشكل نمشيو. مشات معايا. هاد السيد هذا اللي اختصبني كان تابعني هو واحد الولد، واحد السيد ما كنعرفوش كان تابعني هو ويا انا، حنا غاديين وهما هو تابعنا وداكشي. وقال لها، قال بحال كغمز اختي، قال لها تعطيني المراه وكذا،
انا يسحب لي بلا راه ولد الناس بلا راه ناوي المعقول. قلت لي صافي ماشي مشكل، عطينا النمره ديالو ربما يسر الله ويكون شي زواج حسن من انني نجي عند بو نتمشكل مع مرت با ومع الخوت وداك الشيء. قلت احسن انني هكا فكرت انا. المهم خديت عطاني النمره هو هذاك السيد، صافي مشى في حالاته. هذيك النمره بقى كيعيط ليا، انا صونيت ليه بقى كيعيط ليا. يعني بقى التعارف بيناتكم؟ اه بقى التعارف بيناتنا. دخلني في الاول قال لي شوفي من الناس، انا راني ولد الناس حتى انا، راه ما مزوج ما والو. ما قالش لي راني مزوج بولادي، حيت كان قالها هي ما كانتش غادي يمشي معاه وما كانتش غندير معاه شي علاقه اخرى، لانني انا ماشي وحده اللي ما عارفاش. ولكن قال لي راني ما مزوج، ما عنديش اولاد، ما عندي حتى شي حاجه. جاني بحال جاني المهم ستيلي كانه بصح ما مزوج. دخلتي معاه في علاقه؟ ما دخلش معاه في الاول في علاقه، ولكن حتى وقع ليا داك المشكل ديال السحر. ملي تسحرت كناكل معاها كنشرب معاها، ما عرفتش كناكل، ما عقلتش على راسي اش كندير. ما بغيتش ندير داك الخبث، ما بغيتش نديرو بصراحه، ما بغيتش نتعرض لشي حاجه خايبه، حيت با ما كنحترمو بزاف، ما كنبغيش نخسر قدامه في حال هادشي. المهم بقات العلاقه بيني وبينه، كيقول لي راه دابا نجي نخطبك، دابا نجي للدار، دابا نتزوج بيك، دابا كذا. صافي يعني كتخرجوا هكذا تجلسوا في قهوه؟ كنخرج ولكن ما كنخرجش. مره واحده اللي خرجت كان ما درتش معاه شي علاقه. المره الثانيه درت معاه علاقه، ديك العلاقه ما بغيتهاش انا، ولكن هو عطاني شربت واحد المشروب ما عقلتش على راسي. ملي ما عقلتش على راسي صافي طحت. عطى اللي عطى الله عطاه، حتى ملي فقت حليت عينيا لقيت راسي صافي. ملي مشيت للدار ما هضرت معاه ما حتى شي حاجه، من ديك لقيته وانا مصدومه، ما هضرت معاه ما والو، ما كلمته ما حتى شي حاجه. مشيت للدار لقيت راسي اللي عطاه الله عطاه، خسرت بزاف الحوايج اللي ما خصنيش نخسرهم، ما بغيتش نقولها لبا، خبيت على با حيت با لا عرف غيقدر يجي شي صدمه ولا شي حاجه، ما بغيتش نقولها ليه باش ما يتالمش. المهم خبيت عليه، بقيت كنهضر مع السيد هذا، بقيت كنهضر معاه. المره كيقول لي دابا نزوج بيك، ما نخلاش عليك، ما كذا ما كذا. بقيت كنمشي انا وياه، بقيت كنخرج معاه. هنا مازال ما عرفاش راسك راك حامله؟ هنا مازال ما عرفاش راسي راني حامله، وبقيت معاه بقيت معاه. المهم قلت لنا بعدا على الاقل با ما خصوش يعرف حتى نتزوج، بعدا على الاقل يقول بنتي تزوجات بلا ما تعرضت لشي حاجه، حيت هو ما غاديش يسكت على هذا الشيء وغيبقى يتقلق بزاف. المهم بقى معايا هكاك حتى نتج هذا الحمل هذا، نتج هذا الحمل وما عرفتش كيفاش نتج، حيت كنت ديك الساعه باقا مراهقه مازال قصيره ما عرفاش. شحال في العمر انا ذاك؟ شكون تقريبا كانت عندي شي 19 عام 20 عام، كنت زعما باقا ما عرفاش الحياه الزوجيه كيفاش دايره، حيت الوالده ديالي متوفيه، ما عرفاش العلاقات كيفاش دايره ديال الزوج مع المراه ولا شي حاجه. حيت ما كنتش كنخرج من دارنا، ما كنتش كنعرف الصحبه شناهي اولا العلاقه اولا كذا. المهم هذاك الحمل هذاك ملي وقع في الاول ملي كنت في دارنا ما كنتش عارفه، ولكن مشيت عند واحد العائله ديالي في الحي الجديد اللي هو دوار جديد، وكيقولوا لي الحي الجديد دابا راه تبدل شويه. مشيت عند دوك دار جدي، واحد الناس كانوا متبنيني، كانوا متبنيني من كنت صغيره، كنجي عندهم بزاف، وكانت الوالده ديالي كتجي عندهم بزاف. المهم من تما عرفت راسي راه كيجوني شي عوارض زعما انا ما عارفاهمش ديال الحمل مثلا، راه عارفاهم المراه بزاف. المهم واحد السيده من العائله اللي هي مرت خالي قالت لي شوفي راكي حامله راكي كذا راه عندك وعندك. انا ملي قالت لي صافي من تما وانا مصدومه، مرات نفسيا و ما بقيتش عارفه ما ندير. صافي شديت داك الوليد جمعته هكا، هزيت الساك ديالي فيه حويجاتي. قبل الوليد والكرش كتكبر فين كنتي وفين عشتي في ديك الوقيته؟ فهاديك الوقيته ما كذبش عليك عائلتي تخلات عليا، قالوا لي ما يمكنش نديروا معاك شي حاجه، ما تجلسيش عندنا بداك الولد، سيري شوفي فين ديريه، سيري شوفي فين ديريه، سيري. المهم ما يمكنش، فهمتي؟ يعني لو كان حضنوني في الاول كنت غادي ما نتعرضش للولد الثاني، ما كنتش اصلا غادي. وهذاك الدري بقى عندي، بقى مربيه دابا كل راه كبير عندي في الدار، ولكن هما لاحوني الشارع، الكلاب، الوحوش، ما كاينش اللي عقل عليا. المهم شديت داك الوليد ديتو لهذيك الخيريه، ديتو لواحد الخيريه في عين عتيق في تماره. هادشي من بعد ما تولد؟ لا من بعد فاش كنت حامله، هادشي فاش كنت حامله.
باش كنت حامله ديتو لديك الخيريه والمدير ما بغاش يدخلني المره الاولى، حيت قال لي حنا ما كندخلوش الحوامل وداك الشيء، ما كندخلوش العيالات زعما بعقلهم، كندخلوا على المعاقين كنديروا كنفعلوا، قال لي ما ندخلوكش. المهم انايا بقيت قدام الباب، ما بغيتش نتخلى على ديك البلاصه، حيت هذيك كيقولوا الرعايه الاجتماعيه ديال الناس، ديال الناس اللي ما عندهمش، الناس اللي الضعفاء اللي ما عندهمش فين يكونوا كيجيو تما. انا ما قبلنيش هو، قال لي لا ما تجي ما تجلسي، ما عنديش ما نساعدوك ما والو. يعني من بعد ما بانت الكرش داركم خرجوك، مشيتي انت للخيريه باش انك تسكتي؟ هذيك وحده من العائله ديالي هي اللي قالت لي راه كاينه، نصحتني بهذه القضيه، قالت لي اللهم بعدا هي تجلسي فيها تستقري ولا تمشي للزنقه. وما قبلوكش؟ وما قبلونيش، وما قبلونيش، مشيت لديك الخيريه. ملي ما قبلونيش مشيت لديك الخيريه، بقيت قدام الباب ديالها. المهم مشيت التجأت للقانون، قلت لهم اودي شنو وقع لي وشنو وقع لي في الحمل ديالي وداك الشيء. صافي قالوا لي دخلوني، ثقوا فيا وجه الله دخلوني، حتى ولد داك الوليد. في الاول كانوا معايا مزيانين، في التالي ولاو كيتقلبوا عليا ناس الخيريه، ناس الاداره بداو كيتقلبوا. كيف هاد الوقيته الاب شنو كان الموقف ديالو؟ ديك الساعة الأب ديالي ما كانش في دارو. لا، الأب ديال الوليد اللي وقع لك معاه المشكل. الأب ديال الوليد قلتها له، قال لي ماشي ولدي، قال لي سيري شوفي فين تديه، أنت أصلا كذا، أنت كذا، أنت كتفعلي، أنت كتفسدي كديري. قال لي هذا الولد ماشي ولدي، وبكيت شحال وأنا كنبكي، كنعيط ليه في التليفون، كنبكي عليه، كنشكي عليه، ودي راه هذا ملائكة، يشري لي غير الحليب، ليكوش، على الأقل تفكر ولدك، على الأقل غير سول في ولدك، أنا ما بغيت منك حتى شي حاجة، بغيت غير هذا الوليد ما يضيعش. قال لي لا والو ما نشدوش، عندي مرتي عندي ولادي. ديك الساعة ملي قال لي مرتي ولادي صدمت. أول مرة غتسمعيها؟ أول مرة غنسمع باللي السيد عنده مرتي ولادو، حتى حملت عاد قالها لي، قال لي بلا عندي مرتي وعندي ولادي، غير سيري اختي ما عندي ما ندير لك. هزيت داك الملائكة ديتو لداك الخيرية باش الدري ما يضيعش وباش ما يتقتلش، يموت مقتول في شي بلاصة، والقانون ما غاديش يرحمني، وهو براسو ما غاديش يرحمني امام الله. لهذا قلت نعترف ليه، نقول ليه راه ولدك راه عندي هنايا في الخيريه، وراني انا اللي حاضنه، وراني وراه عندي ناس ديال الاداره اللي عارفين هذا الشيء. المهم قلت الوليد ما خليتوش يضيع، ما عطيتوش. شحال من واحد طلبني قال لي يا ربي راكي باقا صغيره، مازال مراهقه، مازال غتزوجي، مازال غديري، انما كبتي ما قدرتش نعطيها لشي واحد يربي ليا. حطيت داك الوليد كبرته بالزز، يعني انا مريضه عقليا ما حتى شي حاجه، كناكل مع المرضى، شحال مره تناكل مع الناس المرض، راه شاهدين عليا الملائكه ديالهم، تناكل معهم اللي قسم الله. محطه وليدي كنجيب ليه امي كلتو، عايشه معاه هانيه في الخيريه. حتى واحد النهار جا عليا المدير قال لي عارف شغي يجيك مليح، هزي ولدك خرج برا، اما كري اما حطي الدري هنا عندنا، اما شوفي شي حل. المهم ما خصكش تجلسي هنا حيت حنا ما عندناش ناس كيجلسوا بحال هكا بعقلهم، عندنا في الخيريه. مشيت راه دعيتو على هاد القضيه هادي، حيت انا كنت تعرضت للموت، تعرضت يعني هادي بحال عرضني هو للموت،